اكتبي بنتي. ابن عبد الرزاق ابن فاطمة تولد عام 86، طالب في مدرسة ثانوية، مسجل بنفوس بلدية بنغول ناحية بريتان، وبيعيش بمركز مدينة ملاطية. الجريمة حمل سلاح ناري، وبناء على البلاغ محاولة قتل عضو بالبرلمان السابق، أي محاولة قتل شكور كاتيير أوغلو. طيب يا ابني عم بسمعك، بالبيان يلي قدمته بمركز الشرطة يلي قريته ووقعته، شو هي دقة إفادتك بأنك أطلقت النار على شكور؟ متأكد من هالحكي؟ إيه سيدي، أنا يلي أوصت شكور كاتير أوغلو. طيب ليش؟ لأنه شكور كاتير أوغلو قتل عيلة زيات، أفضل صديق لعمي مهران ويلي بيحبه كتير، هو قتلنا كلنا. وحتى من فترة تعرضت لحادث مروري واحتج الدم وتبرعلي زياد. مفهوم. ليك يا ابني، اللي قلته عن زياد ديرجان ابدا ما انه سبب كافي للانتقام، وعلى كل الاحوال لما بيجي تقرير المقذوفات تبع السلاح رح ينكشف اذا كنت اوصت بهذا السلاح ولا لا. استخدمت مسدسين بالحادثة، وقت هربت زتيت واحد بالمي وما عاد عرفت بانه سلاح اوصت. يا ابني انا مو مصدقك بنوب، عم تتسجل الاكاذيب والكذب بيخلي سجلك أسوأ من ارتكابك للجريمة. اكتبي بنتي. تم أخذ اعترافات جسور شاتير أوغلو، نجلو عبد الرزاق، ويوجه بالذهاب لمكان الحادثة والتحقيق. الله يفرج عنك وعنك يا رب. جريمة قتل؟ شو ما كانت تهمتي تركني بحالي شوي. جهزوا حالكم بسرعة، صار وقت الشغل. تفضل أخي. سلمون. صحة. اليوم كانت محكمة زياد؟ محاكمة زياد كانت الجمعة الماضية. أنا بعتقد إنه زياد بالأخير رح ياخد حقه إن شاء الله. خلينا نقوم أحسن ما هلأ يجي بهدل فينا. معك حق، خلينا على قليلة نام مرتاحين اليوم. تعافود من هون.
وينه لهلأ؟ ما قلت لك لا تجي يا بابا؟ مثل ما أنك شايف أنا منيح، بظن كان فيك تبعت لي رسالة. اسمع يا ابني، اسمع شو بدي أقول لك ولا تقاطعني. هلا أنت إجاك ولد ومرتك قالت لأختك إنه رح تسميه زياد ولازم ناخد رأيك، فلازم تقلنا هلا. موافق، أكيد موافق. أختك بعتت لك هالمكتوب. يسلموا. وكيف ياسين؟ منيح. زياد بزنزانتك؟ لا، زنزانته قريبة. سلم لي عليه. خلص وصل، من هلأ بوصل له سلامك له. تعرف عليه منيح ابني، تعلم منه كمان. بخاطرك عمي، أهلين فيك، الله يرضى عليك ابني. بنت ولا صبي؟ المهم صحته منيحة. ايه بس لسه ما ولد، شلون بتعرفه من هلأ؟ شكراً على زيارتكم. وقت الزيارة. الله معكم. خاطركم. بأمان الله. ديروا بالكم. انتبهوا على حالكم. وانت كمان. أهلنا بيسلموا عليك. وأنت سلم لي عليهم. يوصل. نمناح؟ كلهم تمام. سلام عليكم. مرحبا درويش. طمني شو في؟ ناديت لك مشان ابن أخت مهران، وهلا أنت لا تاخذني على المحكمة. لا تزعل مني، هاي مانها فكرتنا. المحكمة منصفنا، بتوقع انه يبرقوك. ما رح يطلعوني، بس هالولد لازم يتبرأ. لا تعصب، بس عم بيقولوا انه اخذت هذا القرار بشالي شكور. كيف بتصدق هالشي؟ بوقتها قلت لهم انه ما يساووا تصرف غبي، ما سمعوا مني بنوب. زياد منتركها للزمن. زياد ما ترك شي للزمن من قبل ابدا لا يتركه هلا. وانت اعمل اللي قلت لك عليه. دائماً بتغلط. ولد حيحمل عني التهمة وزياد رح يطلع مبسوط وعم يلوح بإيديه، مو هيك؟ هيك بتسووا؟ احكي طه، هاي فكرة مين؟ شو اللي خلاكم تفكروا انه رح وافق؟ ما بيصير تلعبوا بمستقبل الولد. مستقبل ولد؟ طبعاً اذا ضليت بهالزنزانة ما رح يضل مستقبل لحدا. أولادنا رح يموتوا، نعرف شو صار بيوسف، وابن أختي مات. شو هالمنطق اللي براسك؟ روحوا هلأ، يلا انسوا الموضوع. طه، شو ما كلفت القصة حاول تلاقيهم حتى لو خطرة. يلا. يلا شباب. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.